ما هي آثار هذا القرار على السوريين الموجودين في أنقرة؟ تحياتي لحضرتك ابتداء للأخوة المشاهدين. خلينا نقول أنه ما صدر من قرار عن ولاية أنقرة هو أصلا متضمن ومنصوص عليه بقانون الحماية المؤقتة اللي بيخضع له السوريين بتركيا. وفينا نقول أيضا أنه مخالفة القانون لا تمنح الشخص المخالف وضع قانوني مكتسب يعتد أو يحتج به، لكن الحقيقة الأثر بتمثل أنه هو طالما مورست سياسة غض الطرف عن وجود السوريين أو بعض السوريين في أنقرة بشكل مخالف للقانون طوال سنوات، اليوم لما بتجي السلطات بشكل مفاجئ وبتقرر إنهاء سياسة غض الطرف وإعمال القانون، هذا راح يؤدي إلى مشاكل فرعية من قبيل أنه هناك ناس افتتحت أعمال وأسست متاجر أو شركات أو يعني مصادر رزق لها، اليوم هي مضطرة لتصفيد هذا المورد المالي والانتقال أو العودة إلى الولاية اللي يعني استخرجوا منها ابتداء بطاقة الحماية المؤقتة. هناك طلبة سوريين يعني موجودين في المدارس، قيودهم الأصلية موجودة في ولايات أخرى، ولكن بسبب انتقال أهلهم إلى أنقرة وإقامتهم فيها يعني عاشوا فترات أو سنوات ضمن مدارس معينة، اليوم مطلوب منهم أنه ينتقلوا ويعودوا إلى ولاية مقيدين فيها. هناك ناس حتى غير يعني لا يحملوا أصلا بطاقة حماية لا من أنقرة ولا من أي ولاية أخرى، هدول راح يتم ترحيلهم، يعني هي كارثة. ترحيلهم لوين تحديدا سيد غزوان؟ الترحيل بيكون لمناطق شمال سوريا، يعني مناطق درع الفرات ونبع السلام وغيرها يعني. وبالتالي هذا بيرتب انه كان يفترض حقيقة طالما ان السلطات هي من غضت الطرف عن وجود هؤلاء طوال تلك السنوات بشكل مخالف للقانون، كان باعتقادي يجب على تلك السلطات إعادة تكييف أوضاع القانونية لهي الفئة من الناس. هلا المشكلة بتقديري، تفضل. المشكلة الأهم هي بتتبدى بوجهين أو بنقطتين، الأولى هي إنه هي القرارات وكأنه هي نوع من تحميل السوريين اللي هن أصلاً ضحايا في مدينة أنقرة مسؤولية ما حصل، وبالتالي بيتوجب معه منع أي سوري من الإقامة أو الانتقال إلى أنقرة من خلال وقف تسجيل السوريين في هذه الولاية ومنع إصدار بطاقة حماية لهم وإخراج كل السوريين المقيمين في الولاية ضمن سياسة غض الطرف كما أسلفنا يعني وإعادتهم إلى الولايات اللي كانوا فيها. والوجه الثاني للمشكلة الحقيقة أو لهذا القرارات هي إرسال رسالة خاطئة للعنصريين على أنه نحن كحكومة استجبنا لضغوطكم. أنا هذا سؤال اللي كنت بدي أطرحه عليك سيد غزوان، يعني هل هناك ربط بين ما حدث بحادثة الاعتداء الأخيرة على السوريين في أنقرة وبين هذا القرار الأخير؟ بالضبط، لا يمكن يكون في فصل، حكما هناك ربط. وأنا أعتقد أنه الحكومة كلما رضخت لا ابتزاز أولئك العنصريين وهذا الخطاب الشعبوي كلما زاد الضغط عليها بممارسات وسلوكيات مماثلة سيعاد ممارسة تجاه السوريين مستقبلا. يعني قبل سنتين من الآن بسبب خسارة حزب العدالة والتنمية بلدية اسطنبول حمل السوريون مسؤولية تلك الخسارة، أنه سياسة الحكومة هي اللي أدت إلى خسارة حزب العدالة والتنمية تلك البلدية، وبالتالي قادت حملة أدت إلى ترحيل الآلاف من السوريين ليس خارج ولاية اسطنبول فحسب، إنما خارج تركيا بالكامل. يعني تم ترحيل يعني ممكن نقول ما يزيد عن 10,000 سوري إلى شمال سوريا، بالإضافة إلى ثم نقل الآلاف أيضا إلى ولايات أخرى كانوا أصلا مقيمين فيها واستخرجوا الكملك منها. اليوم مرة أخرى يتكرر المشهد ويدفع السوريون ثمن
سياسة أو مواقف عنصرية وابتزاز عنصري للحكومة التركية، وبالتالي استجابة هاي الحكومة لهذا النوع من الضغط يعني عم يرسل رسالة خاطئة، لأنه عم بيقول نحن كحكومة استجبنا لضغوطاتكم وأصدرنا قرارات تستجيب لشعبيتكم، ورح نمنع السوريين الأشرار بين قوسين من الإقامة بينكم، وبالتالي سيكون على هؤلاء كلما أرادوا ابتزاز الحكومة أنه يهاجموا السوريين ويعتدوا عليهم مرة جديدة ويحطموا لهم ممتلكاتهم وينهبوا موارد رزقهم لحتى يحققوا مآرب سياسية. والحقيقة السوريون في هاي الحالة جعلوا مكسر عصا في هذا الصراع السياسي والتنافس على السلطة بين الحزب الحاكم ومعارضين. هذا شيء غريب يعني لا ينم عن حكمة في اتخاذ مثل هيك قرارات، على العكس سيؤجج مزيد من المواقف العنصرية تجاه السوريين في تركيا. سيد غزوان أرنفر، رئيس تجمع المحاميين السوريين، شكرا لك على وجودك معنا.